الصلاة جايبين صورة لها، صورة توضيحية للصلاة، كتاب الإسلامية صفحة 56، صفحة 56 كتاب الإسلامية جايبين توضيح للصلاة. قالوا لاحظوا للتوضيح، أول حاجة جايبين صورة مرأة، ودي ما بتناسب الأطفال من ناحية مهنية، صورة مرأة بتصلي ما بتناسب الأطفال. اثنين، المرأة مغمضة عيونها، ودي من المكروهات في الصلاة. المرأة كاشفة شعرها وخدت شعرها على هيئة لبس الجمهوريات، بيلبسوا وبيطلعوا الجزء القدامي من رأس كلهم، أي جمهورية شافت عينك تطلع الجزء القدامي من رأسها، دي جمهورية في الصورة دي، مطلع شعرها من قدام والصلاة كده باطلة. مرة بتصلي وشعرها برا صلاة باطلة. لاحظ أكثر من الشعر، نحرة ده برا، صدورة برا مكشوف. كبر الصورة أكثر من كده، عينه ليه؟ صدرة برا. بعد ده خدت يدها الشمال فوق اليد اليمين، الشمال فوق اليمين، دي شيطان ولا دي شنو هي؟ دي شيطان دي، كويس؟ قدمينا تحت مكشوفات، قدمينا مكشوفات، ظهور القدمين عند جمهور الفقهاء، عند الجمهور لو ظهر ظهور القدمين بفوق الصلاة باطلة، عند جمهور الفقهاء ها؟ الصلاة بتكون باطلة، كويس؟ دي الصورة بتاعت الصلاة. لاحظ معاي في الكلام المكتوب، قال أيها التلميذ النجيب، التلميذ النجيب، لقد درستم الوضوء والصلاة في الصفوف الدنيا دون تفاصيل وبالتركيز على التعليم بالهيئة. خد بالك، قسم لنا الصلاة لتعليم بالهيئة وتعليم قال بالتفاصيل، ودي مرحلة من مراحل الصلاة الجمهورية، صلاة الجمهوريين عندهم الصلاة ذات الحركات وصلاة الأصالة. يعني لما يعلموا الطلبة يكون عندهم صلاة بتاعت حركات وصلاة ثانية بتاعت أصالة، بعد شوية حييجوا يوصلوا للمرحلة بتاعت محمود محمد طه، إنه ما يصلي نهائي، ومحمود محمد طه ما كان بيصلي، ده زعيم الزول ده، لمن قتلوا نميري رحمه الله تعالى، رحمة الله على نميري، كويس؟ بعدين الصلاة جابوها جوا دي، والزمن لا يكفي للشرح بالتفصيل، لخبط الشروط مع فرائض الصلاة، سماها الفرائض اللي هي الأركان والواجبات، لخبط كلها مع السنن. انت حصل لي صلاة، أول حاجة ما فيها ستر العورة، من الشروط ده ما جابوا، ولا جاب استقبال القبلة، يعني ممكن تصلي على يدي ملقى الراي ولا على يدي وين، ما في استقبال القبلة، ما في ستر العورة، ما في، عشان كده جاب لك المرأة بالشكل ده.